السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. يعني أكدوا لي بس إن الصوت واضح ومش محتاج أعلي دي أو إن أنا أقرب شوية من الكام. يعني طيب تمام. أنا زوزة بتقول مش الأعلى. حد يأكد لي يا جماعة، حد يأكد لي كده بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سامعين الصوت؟ ها سامعين؟ يلا عشان نقول النهاردة كلام مهم جدا عن هاجر. عليكم السلام هاجر، ملاك الرحمة. وعليكم السلام إسراء محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحب ده انت الحب يا نور الإسلام، ده انت الحب يا توتة والله. هلا محمد، حد يقول لي اكتبه بس كده الصوت تمام. هنقول بصي قلم سيه انت البحر الهادئ، هنجاوب دلوقتي على كل الاسئله. هنقول دكتور ابو رقيه اهلا وسهلا، نور بيكم. صوت واضح، توكلنا على الله. ابتدي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عايزه النهارده ادردش معاكم في كذا حاجه، ومعلش استحملوني استحملوني كالعاده. هقول على شويه حاجات كده ممكن الناس اعتبرتها مسلمات على فكرة، وهي مش مسلمات خالص، ولا لها دعوة بالمسلم ولا بالأعراف ولا بالكلام ده. بس أنا ملاحظة أن الدنيا ديت أو الفكرة اللي أنا هطرحها النهاردة يعني مترسخة. شفتوا الاستنباط؟ مستنبة كده محطوطة في دماغ كل راجل وكل ست أن دي حاجة عادية. عنوان البث أصله عادي، أنا هتكلم على محورين بس، خلي المحور الأخير عشان عارفة أنه كنت هتتخانقوا معايا فيه، بس معلش خلينا اعمله لكم فجأة بالاخر. لكن خلينا في المحور الاولاني، كلمة اصله عادي. اصله عادي يعني ما بيحصل ما بين كل زوج وزوجة مشاكل، صحيح، ما بين اي بشر وبشر، ما بين اي انسان وانسان ممكن تحصل مشكلة. لكن اصله عادي ان انا اشتم زوج، او ان انا اقلل من قيمة احترام الزوج اللي قدامي، او ان انا مدي ايدي على زوجي، ده رقم واحد. انا بقى بادئه بيكي عشان انت صاحبتي، انا بادئه بيكي معلش. او انه يبقى يقول لك اصله عادي يعني ما هي غلطت فقمت ضربتها يعني عرفها غلطها. لا، ده مش اسمه عادي، ده اسمه خرطبيطه، ده اسمه اي كلام، ده اسمه فكر واستنباط محطوطه في الدماغ. اصله عادي يعني ما عادي واتخانقنا وضربنا بعض، مفيش كده، ده مش عادي. ما فيش واحد يجي يقنعني ولا واحده تيجي تقنعني ان الاصل في العلاقات ان اللي قدامي بيقول وجهه نظر مختلفه عن وجهه نظر، او بيتبنى وجهه نظر مختلفه عن وجهه نظر، ايا كان اسلوبه غلط. انا معاكم ان ساعات كتيره بيبقى الاسلوب زفت، والاسلوب بيبقى حجر، والاسلوب بيبقى زلط مرمي كده، ومش عايزه اقول كلمات اكبر من كده. لكن ده ما يمنعش ان يبقى في حوار، لكن يقول اصله عادي ان بيحصل زي ما بيحصل ما بين اي زوجين وبتاع، وقمت ضربتها او قمت كذا فقمنا ضربنا بعض. يعني دلوقتي ما بقاش فيه انا ضربتها، دلوقتي ضربنا بعض، واللي غزت زوجها واللي مش عارف عملت ايه في زوجها واللي ضرب زوجته يعني عشان كلمه او مفهوم. انا قعدت اقول هو ايه اصل الموضوع ده، يعني هو ايه اصل الكلام ده. الاصل الموضوع ده ان اعراف ما انزل الله بها من سلطان، وناس فاكره ان انا يعني تزوجت فالزوجه دي خلاص، يعني دي حاجه كده من ممتلكات يعني، او هي فاكره ان خلاص ده زوج فانا عندي حب التملك ليه. هي بتحبه على فكره وبتغير عليه. يعني انا متفهمه كامراه وكست احساس الست اللي تقول لك مثلا، الزوجه اللي تقول لك ما انا بغير، بتحبيه وبتغيري عليه بس ما انتش ممتلكاه، بس انت ولا هو ممتلكك على فكره. كل واحد له كينونه منفصله عن التاني، لكن كل واحد يبيح لنفسه ان هو يهين اللي قدامه او يضرب اللي قدامه، او انا ليا حق عادي، انا جوز بعمل انا في مراتي واعمل فيها اللي انت، لا مالكش، مفيش حاجه اسمها اعمل فيها اللي انا عايزه، مفيش كده. وهي تقول لا اصل هو من حقي ان انا كمان ان انا اعمل وبتاع، وايه وضربني ما انا امد ايدي وبتاع. هو ايه اللي وصل الموضوع انه ما يبقاش في لغه حوار؟ وانا دايما على فكره انا اي ماشي، ما هو لو بهزار ماشي، ام فيروز الله يصلح حالك، ما هو لو بهزار واحنا متعودين نزار، بلاش الهزار التقيل الغشم الغشيم ده، الغسير اللي هو يعني مش عايزه اقول بيقولوه ايه، بس احنا مش عايزين نعيب في فئه برضه. يعني الهزار الغشيم الزلط السم، لا ليه يعني؟ ويا بنت كذا
ويا مش عارفة هو يقول ايه، ويبقى ما بيننا الالفاظ او الشتايم. الشتايم ذات نفسها يا جماعة، انا والله العظيم بيحصل ازاي ازاي يبقى فيه. انا عارفة ان انتوا بتوصلوا لمرحلة من الحب والالتحام والشوق والكينونة الواحدة والكيان الواحد، اوكي تمام، انتوا بتوصلوا للامر دوت بحكم ان ده زوجك وده حبيبك وده وهي وهو نفس الكلام. بس لا، انا بقى انا بقول لك اهو والله انا واحده بتاعت مشاعر على فكره، يقعدوا يلوموا عليا دايما، انا بقول لهم اه لا والمشاعر والحب وندي فرصه واتنين ناس تلوم عليا، لا نديك فرصه يعني، يعني قلبي بيوجعني من قصص دي. لكن تيجي انك انت في الاخر تقولي لا اصل اصل احنا بنحب بعض فيحق لنا ان احنا نعمل بقى اي حاجه بقى، لا مش صح. وللاسف لما بينكسر الجدار ده، يعني لما ينكسر جدار الاحترام او التقدير او الكلمه الطيبه اللي موجوده، ما الجوازه بتبوظ عادي بقى، ما هو يمد ايده وعادي ما يضرب وعادي هي كمان في وقت غضبها امد بتاع عمقها 6 سنتي في قلب، لا يعني صعب صعب. وترجع عمر العلاقه ما ترجع تاني، والله لو كفي بيقول لك مدخلين الناس مش عارفه مين ومين 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 مدخلينهم في الموضوع عشان يحلوا ما بينهم وعلشان يصلحوا عشان كذا والناس هتصلح. فين فين الروح بعد ما جرح، وهو بعد ما جرحتي وبعد ما في بينكم يعني نوع من انواع فعلا كسر رابطه الزواج ولا كسر الخاطر بالشكل ده، ان يجي موضوع القلب ما بيرجعش زي ما هو يا جماعه، والله ما بيرجع زي ما هو. يعني انا النقطه دي عايزين ننهيها، ويا ريت الناس تفهمها. يعني انا فرحانه جدا يا والله، انا برضه بقليل، يعني انا بفرح جدا بالفئه اللي هي موجوده دلوقتي من الازواج حديث الزواج، او من البنات اللي هم لسه سنه وسنتين وثلاث سنين، وتقول لك احنا 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 محتاجين نصيحه في الامر، لو بينفذوها على فكره انا تمام انا راضيه. لو الفئه اللي طالعه هيبقى عندها فعلا حسن تقدير وفاهم يعني ايه جواز، حلو الدنيا تتصلح. والناس بقى اللي هم 10 سنين و20 والناس اللي قدام ده يعني مغابه من حضر، يعني لو جيت متاخر احسن من ما جيتش. لكن ان انا اصل فكره اصله عادي، لا مش عادي، لا مش عادي انك تشتم، ولا عادي انك تشتمي زوجك، ولا عادي انك حتى كده لو في هزار ما بلاش هزار يعني الجزار، مش عايزه ايه الهزار ده يعني. و و و و و ويبقى في نوع من اذا غادني ده ضربني فحدفته، ايه ده؟ واني اولاد اللي هيقوموا على هذه القيمه؟ يعني الكلام ده صح مش صح خالص، وانا ارفضه تماما. كلمه اصله عادي، لا مفيش حاجه اسمها اصله عادي، كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا لها حدود وعمل لنا فيها ازاي نتعامل وازاي الحاجات دي مهمه. لكن احنا نوصل لمرحله لفقد يعني قيمه الانسانيه ما بيننا، وتيجي تقول لها لا ما في الاخر هنصالحها بجماع، ايه الكلام الفاضي ده؟ ما يا جماعه الحريم ما بتصالحش كده، والله الحريم ما بتصالح بكده. انت ماشي بتوصل معاك الامر خلاص، ما انا عارفه ان انت مش يعني الامر ده بالنسبه لك او العلاقه الخاصه بالنسبه لك هو ده نوع من انواع يعني انا خلاص صافي ورضيت. هي مش كده، هي عايزه كلام وطبطبه وكلام طيب وتطيب خاطر وكل الكلام ده علشان هي تقدر ترجع تاني. لكن تحس ان هي انتهت كده وايه بقى، خلاص انت عايز تجمع خلاص هو كده انتهت المشكله، طبعا ده مش صح. وانا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان النقطه دي تبقى واضحه، مفيش حاجه بقى بعد كده يقول لك ايه اصل ما انا عادي ما انا مراتي اعمل فيها مش عارفه ولا تقلس لجوزي لا 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 لا، لا انت واخداه بعقد ما هوش ملكك ولا انت نفس الكلام هي. دي المحور الاولاني. المحور التاني انا هرد على فكره، حاضر والله انا هرد، يعني هرد على الاسئله اللي انت هتحطوها، بس ادوني فرصه اقول لكم المحور التاني. المحور التاني محدش يزعل، محدش يزعل من البدايه، بس ده اسئله بتجيلي وانا لازم اجاوب عليها. لو زوج تزوج على زوجته والزوجه الثانيه بتسال، انا دايما معظم الحاجات احنا بنتكلم الزوجه الاولى بتبقى اه اعملي كذا وخليكي واثقه في نفسك، مش معنى زواجه من الزوجه الثانيه انك تفقدي الثقه في نفسك وانك انت مش اموره وان انت لا 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 وكل الكلام ده. وقبل ما تاخدي قرار طلاق شوفي نفسيتك، في واحده تستحمل في واحده تكمل في واحده ما تستحملش، ما حدش يقدر يجبرك على حاجه انك تكملي او كده لانها نفسيات. لكن احنا بنقول قبل ما ناخد قرار الانفصال ادي لنفسك تهدي بعد ثوره الغضب واحساس الصدمه المرحله الاولى والثانيه اللي انت بتقولي فيها او الانكار او الانتقام، يعني بعد ما تطلعي بره القصه دي. في ناس ما بتقدرش تطلع في ناس بس قبل ما تاخدي قرار الانفصال احكمي الوضع مع الاولاد هيبقى ازاي. لو اب حنون، لو هو ذات نفسه رومانسي، يعني ساعات بيبقى الرجاله رومانسيه جدا وعادي عمال يوزع مشاعر ما شاء الله عليهم يا اختي، عمال يوزع مشاعر على دي ويوزع مشاعر على دي ويوزع مشاعر على دي. لو انت لقيتي نفسك قبلك في ناس بتقبل،
وتقدري تكملي وهو يعني كرمك مش مبهدلك حطك فوق راسه انت ام الاولاد انا ما اقدرش استغنى عنك انا كذا انا كذا. لو هو يعني واصله معاه للشكل ده خير وانت قادره. ايوه يا ام فيروز قلت اسمك يا عسل. وانت واصله للمرحله دي وقادره تكملي كملي، ما انتش قادره خلاص اوكي ما حدش يقدر يجبرك يعني خليني بس عشان نبقى لا وكذا واصل موافقتك وعدم موافقتك. ما تقولوش الكلام اللي يستفز. يعني انت راح تتجوز وراح تتجوز بواحدة تانية وراح تتجوز على زوجتك، ما اولا ما تقعدش يعني ايه تبرر فعلتك. اولا انت مش محتاج تبرير يعني ولا احتاج تقول انا بتجوز ليه ولا تسبب يعني، لكن ما عشانش يبقى صورتك حلوه قدام الناس وقدام نفسك وقدام زوجتك فتطلع لنا فيها القطط الفاطسه يعني، وتطلع فيها المعايب وصلها وصلها وصلها. يا عم انت عايز تتجوز خلاص والله حاول معاه، بس ما تاخدش الخطوه دي على خراب البيت الاولاني ارجوكوا يعني، او على حساب ان انا عندي احتياج فانا هظلم هنا. لا يعني حاول الامر ده تظبطه. والله قادر الف نهار مبروك، ما انتش قادر خليكم رجاله بقى. طيب النقطة اللي أنا بقول فيها الزوجة التانية، قادرة تكملي كملي، ما أنتش قادرة تكملي خلاص. واحدة تقول لك والله بيحبني وزي الفل معايا وكويس. طيب ده الجزء اللي كنا بنتكلم فيه الفترات الكتيرة أو معظم المشاكل اللي بتيجي بالشكل ده. طيب في جزء تاني بقى، وجزء تاني مهم جدا وبتسأله الزوجة التانية، هو إيه أنا لحد فين؟ وإيه الليمت بتاعي؟ أقبل لحد فين؟ يعني أنا أقبل إيه من شكل العلاقة؟ دي أم العيال والزوجة الأولى وهي أم الأولاد وهو مش هيطلقها، والوضع عندي أنا أقل مثلا لو في الأعياد الأجازات أمر طبيعي إنه يبقى مع أولاده، لحد أنا مخلف مثلا يبقى عندي أولاد وعنده أولاد فالدنيا تبقى لحد يعني إيه الليمت اللي تقدر تتحمله أو الحدود اللي تقدر تعمله إيه اللي تتقبله لحد إيه تتقبله الزوجة التانية. أولا أنا عايزة يعني أكلمك بنصيحة أم، أنا زي أمك واسمعي اللي بقولك عليه. أولا أنت خدتي وقررتي أنك تتزوجي راجل متزوج، تمام؟ أول حاجة اسمعي يا بنتي، ما تسعيش لخراب البيت الأول، ما تسعيش أنك أنت تكرهيه في زوجته الأولى أو أولاده. ممكن الزوجة الأولى من غضبها تعمل سقطات وبتاع وكده، ما تصطاديش في الماء العكرة في حاجة زي كده. هدي زوجك وبالراحة وخليكي دايما محضر خير، ما تعزلهوش وتحاولي تبعديه عن اولاده او لا لا لا، بحكم ان انت دلوقتي يعني انت دلوقتي اللي تعتبري الى حد ما في المرحله دي مصدر اثاره ومصدر شغف ومصدر حب ومصدر اقبال، لانك جديد كل ما هو جديد عارفه الغربال الجديد له شد. وحقك انك تتزوجي واحده ما حدش يقول لك لا، سواء ارمله او مطلقه او حتى بنت يعني اعرف بنات دلوقتي اعرف بنات دلوقتي عايزه اقول لك تقول لك لا وانا الاقي زي فلان، طب يا بنتي متجوز تقول لك لا، ما انت هتلاقي فين الشباب العيال اللي في الفتره دي عقلهم مش عارفه ايه ناخد واحد كذا وكذا. والله وسمعتها من كذا بنت يعني ده منهجها يعني ايا كان. فانت واخده واحد وعارفه ان هو له بيت تاني وعارفه ان هو هيبقى فيه ايام تقول لك مش قادره انا مش قادره، طب ما انت اللي وافقتي يعني انت اللي وافقتي انك تتزوجيه وانت بقيتي ووافقتي انك تكوني زوجه تانية. معلش يعني انت لحد ايه ما هو امر طبيعي انه هيروح يبات معاها. تقول لك لا مش مستحمله بعد ما اتجوزت، الكلام ده كان قبل الجواز بس بعد ما اتجوزته لا انا عايزاه لوحدي وبتاعي ومش دي مشاعر طبيعيه للمراه. لكن انت بالفعل اوريدي داخله وعندك الحته دي في دماغك ان هو متزوج زوجه تانية وان انت الثانيه هي الاولى، هي يعني هي الاولى وانه هيروح وهيبات معاها، لا اصو بيلمسها لا اصو نايم مع زوجته يعني ما بالله عليكم يعني. فامر النقطه ديت لازم تبقي واخده بالك منها ولازم تبقي فاهمه ان قبل الزواج ومشاعر الحب واللي في العقد والكلام ده شيء ويا بنات انتبهوا وده شيء، وبعد الزواج شيء تاني. بعد الزواج والعلاقه والخاصه والكلام ده بيبقى حته منك وانت حته منه وخلاص، بيبقى يعني قطعه من القلب صعب. انا بقول لك صعب على نفس المراه، انا دلوقتي مش يومي ويومها وهو نايم عندها وبيلمسها يعني. وسمعت مره من زوجه بتتكلم تقول لي مش قادره اتخيل اكيد كان بيعمل معايا كده. قلت لها ما توصفيش، انت بتوصفي لي ليه ما توصفيش؟ قالت لي لا ما هو بيعمل معايا كده اكيد هو دلوقتي بيعمل معايا كده، ما تفكروش في كده.
الليمت ابعدوا الحته دي. الليمت ان هي انه هيروح ايام وهيبقى له وضع خاص معاه وهيبقى له وقت خاص معاه. فبالله عليك. طيب موضوع ان هو مش معرف الزوجه الاولى. طبعا هي معرفتها او عدم معرفتها مش بتنقض العقد تمام، وعقد الزواج صحيح اوكي، لكن معلش ركزي معايا، حتى لو هو كده، حتى لو هو كده ده عقد ماشي، موافقتك وعدم موافقتك، لكن بالله عليكي بالله عليكي انتي مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس يعني انا عايزاها اجيبها لكم بطريقه يعني تتقبلوها. من باب الفضل يا ابني، من باب الاحسان يا ابني، من باب ان دي ام اولادك، من باب ان هي سابت بيتها وكده وافقت عليك وسابت عيال اهلها وجات في بيتك وفي كنفك، اعلمها قدرت تكمل معاك ما قدرتش خلاص خلاص، وانت وشطارتك، انت وشطارتك طالما راجل، انت وشطارتك طالما راجل وخدت قرار الزواج احتوي. انا بقول لك استحمل بس الهوجه الاولانيه، الحته الاولانيه دي هي اللي بتبقى محتاجه، هي اللي بتبقى محتاجه فعلا صبر شويه من الزوج اللي خد قرار الزواج. استحملها، طبطب عليها، انا اقول لها ابدا والله بحبك وما هستغنى عنك وكذا، بس قبل طبعا ليا كلام معاك، ان قبل ما تاخد القرار حاول اصلاح، ما يبقاش قرار البيت الثاني والزوجه الثانيه على حساب ان انا مش عارف اصلح المشاكل في البيت الاول. حاول حاول وشوف استشاري وما تاخدوش من الاستشاري، ما اعرفش الصوت بيقطع ليه، ما اعرفش، ما تسالونيش، هجاوب على الاسئله حاضر، هجاوب على الحاجات دي حاضر، لكنك انت تصدف بالشكل دوت وتسيبها كده او تيجي بعد فتره وتطلق، اصل انا مش متحمل الهوجه او الضغط اللي عملتها لي الزوجه الاولانيه بالاولاد وعياطهم وكذا، فاقوم جاي مطلق الثاني. وانا نبهت ورجعوا للحلقات، مش عايزه اكرر الكلام، فايه الليمت بتاع الزوجه الثانيه؟ ان هو هيبات عندها، ان امر طبيعي ان وقت صلاه عيد او الذبح او الامر هيبقى مع الاولاد وتتقسموا، لو انت مثلا العيد ده هو بقى مع البيت ده يبقى العيد الجاي معاكي، ولو عرفتوا تتفقوا بقى عندك اولاد واولاد، والله لو قدرتوا تتجمعوا تتجمعوا، لكن لو ما قدرتوش خلاص احنا لو اتعاملنا بالاريحيه دي الدنيا بتبقى تمام. طيب ده جزء. حدود الزوجه الثانيه تاني في التحمل، ايه الليمت اللي ممكن تتقبله وهي متزوجه، زوج متزوج من زوجة أولى، ما تظلميش يعني نفسك في جزئية لو لقيتي أنت غير مرغوب فيكي في المكان. أنا عارفة أن الكلام ده بيوجع، عشان كده أنا بقول احكموها صح وفكروا فيها صح وعقلوها صح. واحد هيتزوج وجد في الزوج، مش مجرد أن أنا عندي مشكلة مع الزوجة الأولى فأنا هروح فهتجوز فيحصل كذا، لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الراجل يقدر يتحمل مسؤولية. سأل أبوكي أخوك الرجالة بتاعت العيلة بيبقى لها نظرة في الراجل اللي جاي، احكمي الموضوع، وقبل ما تقرري والله تاخدي القرار ده أنا بقولك يعني لا يعني، ولو تبقى عارفة الزوجة الأولى من البداية عشان نتجنب بعد كده المشاكل اللي هتحصل بعد كده يبقى خير وبركة. حاضر هجاوب على الأسئلة. البرنامج لا، هو البرنامج أنا عندي حدث، أنا بس علشان كان عندي مشوار بره فانا ما بصدق ان انا ابقى بره فبعمل لكم لايف يعني، وعندي وقت يعني فبطلع بلايف، لكن البرنامج ان شاء الله من الاسبوع الجاي ان شاء الله يكمل. انا اللي عندي حدث عظيم يوم الاربعاء، بسال دعواتكم يعني ان ربنا يمن علينا فيه ويرزقنا البركه، وان شاء الله بعد ما اخلصه هنزل لايفاته وحاجاته وفيديوهاته، فادعو الله سبحانه وتعالى ببركه الوقت يعني. لكن لا البرنامج بتاعنا البرنامج بتاعنا شغال على القناة إن شاء الله الأسبوع الجاي، حد واثنين وثلاث، بيوت منورة على قناة وطن تردد 1 2 6 8 7، وعندك على قناة برنامج فرحة ده يوم السبت إن شاء الله على قناة إذاعة التناصح الليبية. ينفع بنت بتقول لابسة بنطلون وتلبس خمار وتحتيه بنطلون؟ إزاي يعني خمار وتحتيه بنطلون؟ أنا أصلا موضوع البنطلون ده إحنا اتكلمنا فيه قبل كده، يعني الضيق والواعم ده مش صح يعني. لابسه خمار، اهم حاجه في الحجاب ان يكون مداري، ماشي انت مش عايزاه طويل زي خالتك هاله وانا لابسه كده، ماشي خلاص، بس اهم حاجه يكون مداري، فتحه الستر يعني يكون الجزئيه دي مداريه، يكون واسع، يكون فضفاض، الا يشبه لباس الكافرات، ما يكونش زينه في نفسه، ما يكونش معطر، ما يكونش يحدد ولا يحدد حجم الساق، الكلام ده، وهو فرض، وفرض زيه زي الصلاه زي الصوم زي فرض
وفرض فرض ملزم عليك وفي في عباده. يعني انا بعمله فرض وعباده تعبد لله، حتى لو انا نازله الناس مباح ليها ان انا انزل في كافيه، انا عندي وانا في حجابي انا في عباده لله سبحانه وتعالى، مش مباح بس. فادعو الله سبحانه وتعالى يا رب النقطه دي تكون وصلت. النقطه الثانيه اللي انا حابه اتكلم فيها ذكرى مولد النبي عليه الصلاه والسلام. الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام بان انا اتبع سنته، احتفال بالنبي عليه الصلاه والسلام ان انا اكون اللي يشوفني الله، دي من امه رسول الله عليه الصلاه والسلام. الاحتفال بالنبي عليه الصلاه والسلام ومولد النبي ان انا يشوفوا فيا نهج النبي عليه الصلاه والسلام، انه يشوفوا فيا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، رحمه النبي عليه الصلاه والسلام، الرأفة اللي كان بيقول اطبق اللي هو بيقول مسلم المسلم حكم اللي حاضر. هجاوب نور الاسلام، حاضر يا نور الاسلام هجاوب. الاحتفال بالنبي عليه الصلاه والسلام بمولد النبي النبوي ان انا الناس تشوف فيا خلق النبي عليه الصلاه والسلام، خلق الدين الاسلام، مكارم الاخلاق، الاداب، الرفق، حب الله عز وجل، حب القران، ان انا ملتزمه. مش بقى ليا هو دي قاضي من امه النبي عليه الصلاه والسلام، امه الرسول ده من امه الاسلام، ايه الدليل؟ ما هو الدليل انك انت من امه محمد عليه الصلاه والسلام، واحده لسانها صليب، واحده بس تقول لك بس يا من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. احنا عايزين يا رب اجعل يعني سرنا كجهرنا ويجعل السر افضل من العلن، اللهم امين. الكلام ذات نفسه بيبقى عامل ازاي اللي طالع منك، الجوارح بتنفس ازاي، تعاملك مع الناس، ما هو الدين معامله يا جماعه، الدين معامله. فلو انا عايزه احتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع السنه، اسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ما اقعدش اجادل وما اقعدش اقول وما اقعدش ابرر. انا يصعب عليا جدا جدا الناس الكذابه، الناس اللي بتكذب، مش كذابه بتقول بس بتكذب على الاخرين، دي هي بتكذب على نفسها، ده الكذب على النفس والكذب على الله سبحانه وتعالى. انت بتكذب على نفسك عشان تبرر لنفسك معصيه، بتكذبي على نفسك عشان تبرري لنفسك لبس معين ولا طريقه معينه، او تبرري لنفسك حاجه حصلت نتيجه لامر انت في مكان فيه كله فسق وفجور. تقول لك يعني لا المكان ده مش فيه غلابه، غلابه ايه بس دلوقتي وبتاع ايه؟ انت ايه اللي دخلك المكان اللي كله فسق ده؟ ايه اللي دخلك المكان اللي كله عري ده؟ ايه اللي خلاك تبقي في صحبه ولا في شله كلها الشله كلها معاصي وكلها حاجات غلط؟ ما ده مش صح برضه يا جماعه. إيه 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 حاضر هجاوب هحاول اخد كده واجاوب. حاضر. فما جيش انا ابقى حاطه نفسي في موضع المعصيه ولا مع اهل الفسوق والفجور وكذا واجي اقول ايه ما تحكموش عليا، يعني ما الناس لها الظاهر طبعا خاف عند الله سبحانه وتعالى، بس ايه اللي يوضعك؟ ما تبعدوا عن اماكن الشبهات، ما تبعدوا عن اماكن الشبهات يا جماعه. ماشي حاضر هجاوب، امري الى الله، خليني اجاوب على عليه الصلاه والسلام. التواصل، طيب تاني نقطة التواصل يا جماعة، التواصل معايا بيطلع لك صفحة على صفحة هلا سمير الرسمية دلوقتي عليها 5 مليون فولور تقريبا، والصفحة الشخصية متوثقة بالعلامة زرق، دول الصفحات بتاعتي. خلاف كده أنا من غير مسؤولة عن كده، واليوتيوب متوثق وعليه برضو العلامة الزرقاء، ده اليوتيوب بتاعي هلا سمير بالعربي، وفي الصفحة البديلة هلا سمير برضو بحط لكم اللينكات بتاعتها. التواصل معايا بيطلع لك رسالة، الرسالة بيطلع فيها الرقم، رقم هو رقم وحيد فقط، رقم ده رقم الحجز، عايز تحجز استشارة خاصة. الناس تقول لك الاستشارة بفلوس، أنا عاملة 4 أيام لله عز وجل، القنوات 3 والقناة التانية دي كده 4 ودي في البث، وبنجاوب على الناس، وفي يوم الناس بنقابلهم فيه بره، أنا واحدة ليا بيت وليا أولاد والتزم، فأمر أنت لو جيت لي العيادة أو جيت لي المركز أمر طبيعي إنك هتدفع، ده أمر ده شغل ملوش علاقة كده. الحاجة الدينية والدعوية أبدا ما باخد فيها أي أجر، لكن تطلع لك الرسالة وتشوف إزاي تتواصل، عايز خاص، عايز نجاوب على الواتس، عايز نجاوب بترتيب وصول الأسئلة، بنعمل مرة كده ونحطكم كلكم في جروب واحد ونجاوب على الأسئلة، أو بنجاوب عليه في خلال الحلقات، أو بعمل حلقة تتكلم عن الموضوع ونتناول النقاط اللي أنت ذكرتها في قلب المشكلة بتاعتك. أي صفحة تانية أنا غير مسؤول عنها، أي صفحة تانية ماليش علاقة بيها ولا يعنيني الأمر ده. الجزء طيب حاضر يعنيني أشوف موضوع ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنعمل مجموعه فيديوهات جديده
ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها. واحنا طبعا ماشيين في سلسله التربيه وسلسله الازواج. حاضر حاضر، الله يصلح حالكم اجمعين ويجمعنا واياكم على الخير. اكثروا من الصلاه على الرسول عليه السلام، خلي نهجك نهج النبي عليه الصلاه والسلام. اخذت اللقاح والله يا اسماء، هذا اسماء المصري، وتنصحي الناس بيه ولا لا؟ ان شاء الله اعمل لكم يوم كامل على موضوع اللقاح ده وتقول لكم وجهه نظري فيه، واقول لكم الدنيا ممكن فيه تمشي ازاي، لان الدنيا ماشيه في اتجاه معين كده. الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يرزقنا الثبات في وقت الفتن العظيمه دي. اكتر نقطه الاخيره بتاعت الزوجه الثانيه، لا تظلم نفسها اذا وجدت نفسها في مكان مرغوبه فيه. ده شيء اساسي. بصوا يا جماعه، احنا عندنا المشاعر بيسموها 8 مشاعر. لو انا عندي مشاعر حب ادي مشاعر الكره، لو عندي غضب بيجي قدامه خوف، لو عندي نوع من الترقب والقلق بيجي معاه الامان والثبات. المشاعر سواء الحقيقيه او المتضاربه محتاجه ان انا اوظفها صح. ولو انا حسيت ان انا في مكان غير مرغوبه فيه، ليه اكمل؟ ما تكمليش، هي بتبقى تجربه وعدت وتعلمتي. بس المهم اهم حاجه نتعلم نعمل ايه. موضوع الحاضر حاضر، موضوع المخطوب والمخطوبه انا هعمل لهم يعني المخطوبين او المقبلين على الزواج، في تكات كده ظهرت لنا عظيمه الواحد محتاج ان هو يركز معاكم فيها، في مجموعه من الاسئله الجديده الخلاف اللي احنا قلناه قبل كده، هعمل لكم ان شاء الله بس كل فتره كده ان شاء الله باذن الله ونجاوب عليه. حاضر. والله انا نسيت. طيب اللي فوق ما بتقولي جاوب عليا فوق، ما انا مش عارفه ايه اللي فوق اللي انت كاتباه. حاضر حاضر، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلنا يا رب من اهل سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ومن امه اللي احنا بنحيي السنه، اجعلنا من اللي احنا بنحيي سنته يا رب، واجعلنا من المحيين ولا من المبتدعين، وارزقنا يا رب يعني شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، كل سنة طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.